الأخبار مستمرة وفيها بعض الفاصل. حكومة كردستان تضيف مساعدات التحالف الدولي لرواتب قوات البشمركة واعتقال 4 أشخاص بينهم امرأة بتهمة تعاطي المخدرات في محافظة السليمانية. وفي معالجة استثنائية للأوضاع، ولي العهد السعودي يقرر ضخ 40 مليار دولار للاقتصاد المحلي. وسقوط جرحى في تجدد اشتباكات على الحدود الهندية الصينية. ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يفاجئ العالم بقطرات عجيبة تقتل فيروس كورونا. وتشيلسي الإنجليزي يعلن رسميا إقالة مدربه فرانك لامبارد، والألماني توماس توخيل الأقرب لخلافته.